بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد البشر وخاتم الأنبياء، أما بعد. الموانع من الإرث. نحن درسنا سابقا أن الورثة هم يستحقون الميراث، ولكن هناك بعض الأسباب التي الأسباب المانعة من الإرث، يعني مع وجود الاستحقاق هؤلاء لا يرثون. فما هذه الموانع؟ أولاً، الموانع جمع المانع، والمانع هو الحائل الحاجز الذي يحول بينك وبين شيء، يسمى حائل ويسمى مانع. واصطلاحاً تعريفه مذكور في الحاشية: ما ينتفي الحكم لأجله عن شخص، ما ينتفي الحكم لأجله عن شخص لمعنى فيه مع قيام السبب. ما ينتفي الحكم لأجله، يعني بسبب وجود هذا الشيء ينتفي الحكم، الحكم لا يثبت لهذا الشخص، عن شخص لمعنى فيه. مثلا هناك الولد الذي يستحق الميراث لوالده، الوالد مات والولد يستحق الميراث، ولكن الولد لم يمت بموت عادي، الولد قتل الوالد، فهذا المعنى يعود إلى هذا الولد، هو قتل الوالد، فهذا يمنعه من الاستحقاق في الإرث مع قيام السبب. سبب الإرث إما النسب أو النكاح أو الولاء، سبب الإرث ثلاثة: إما النسب أو النكاح أو الولاء. فالسبب موجود هنا، السبب موجود لأن هذا ابن الميت. مع قيام السبب هناك مانع يمنعه من الحكم، وهو ماذا؟ أنه قتل والده، والقاتل لا يرث الميت، مفهوم؟ فما ينتفي الحكم لأجله، أو ما ينتفي لأجل الحكم عن شخص لمعنى فيه، ينتفي الحكم كان حكم الميراث، حكم الإرث، الإرث ينتقل من الوالد إلى الولد، ولكن هنا لا ينتقل، الحكم ممتنع هنا، لا يمكن أن ينتقل الميراث من الوالد إلى الولد مع وجود السبب. السبب هو سبب، يعني النسب، لأن هذا ابن الميت، لكن لأجل معنى في هذا الشخص لا يستحق الميراث. وهو ما هو المعنى في هذا الشخص؟ أنه قاتل لأبيه، هو قاتل لأبيه، لهذا المعنى ينتفي حكم الإرث عن هذا الشخص، مفهوم؟ وهذا المعنى موجود فيه، ليس موجود في غيره. بعض الأحيان الإنسان ينتفي عنه الحكم لمعنى في غيره، هذا شيء آخر، وهنا ينتفي الحكم عنه لمعنى فيه. وهذا الرجل يسمى محروما. وأما الذي ينتفي الحكم عنه لمعنى في غيره هو يسمى محجوبا. مثلا الأخ للميت، أخ الميت لا يرث الميت إذا كان له أولاد، إذا كان له أبناء ذكور، فالأخ لا يرث، فالأخ لا يسمى محروم هنا، يسمى محجوب، لأن الأخ لم ينتفي عنه حكم الإرث بسبب معنى فيه، بل بسبب معنى في غيره. أبناء الميت سبب لانتفاء الحكم عن أخ الميت، مفهوم؟ فهنا أخ الميت لا نسميه محروم، بل نسميه محجوب، مفهوم؟ فالموانع جمع مانع، وهذا هو في الاصطلاح نقول، في اللغة نقول المانع بمعنى الحائل، المانع الحائل الذي يحول بينك وبين ما تريده، فهو حائل في اللغة. أما في الاصطلاح ما ينتفي الحكم لأجله عن شخص لمعنى فيه مع قيام السبب، ويسمى هذا الرجل محروما. التعريف واضح؟ ما هو تعريف المانع في كتب الشافعية؟ من يعرف؟ درستم الأصول؟ تحفظون شرح الورقات؟ من يعرف تعريف المانع؟ ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم
من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود، ولا يلزم من عدمه الوجود، ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. سأسمع منكم شرح هذا التعريف، تبحثون الشرح اليوم. طيب، ذكرت لكم التعريف والشرح عليكم، وإذا ما استطعتم فأشرح إن شاء الله. طيب، لكن هذا واجب يومي اليوم لكم. طيب، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود، ولا عدم لذاته. هذا تعريف في كتبكم. طيب، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود، ولا يلزم من عدمه الوجود، ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. والتعريف ليس بسهل، فقط فيها تكرار في بعض الألفاظ، فالإنسان ينزعج من هذا ويتحير، ما هذا؟ طيب، فهذا هو المانع. ثم الموانع من الإرث عند الحنفية أربعة، الموانع من الإرث عند الحنفية أربعة. الرق، الرق معناه أن يكون العبد إنسان غلاما عبدا، سواء كانت الرقية كاملة أو ناقصة. بعض الأحيان الغلام يكون غلام كاملا، وبعض الأحيان يكون ناقصا. فمثلا الغلام الذي لا يكون مكاتبا ولا مدبرا، غلام عادي القن، هذا الغلام رقيته كاملة، فنقول الرق فيه وافر، الرق فيه كامل، صحيح؟ غلام كامل. وهكذا المكاتب، المكاتب ما بقي عليه درهم واحد، درهم واحد من الكتابة فهو غلام كامل، أما إذا أدى مال الكتابة فبعد ذلك هو حر. المكاتب هو الذي قال له سيده: إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر، إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر، فهو أدى إليه 999، بقي عليه درهم واحد، درهم واحد، ما زال غلاما كاملا. إذا أدى ألفا كاملا يصبح حرا، يصبح حرا، مفهوم؟ وقبل أداء مال الكتابة هو غلام كامل، فيه الرقية وافرة وكاملة، مفهوم؟ أما المدبر، المدبر هو الذي قال له السيد: إن مت فأنت حر، إن مت فأنت حر، فهذا فيه الرقية ناقصة، لأنه في حكم، في حكم الحر، هو في حكم الحر. ما معنى في حكم الحر؟ لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لأنه في حكم الحر، إذا مات سيده يصبح حرا. طيب، فالرق مانع من الإرث. فإذا مات مورث الغلام، مورث الغلام مثلا والد الغلام، والوالد كان حرا، وهذا هو غلام ابنه، فالابن لا يرث في مال الوالد بسبب أنه غلام، والغلام لا يستحق، لأنه لو أخذ المال فليس له مال، المال ينتقل إلى من؟ إلى السيد، كل ما يكتسبه الغلام هو لسيده، فهنا ضرر على الورثة الآخرين. إذا ننقل مال الميت إلى الغلام فهذا المال سينتقل إلى سيد وهو أجنبي، والميت لم يوصي بهذا المال للأجنبي، فهذا فيه ضرر على الورثة الباقين، لأجل ذلك الغلام لا يستحق شيئا. المانع من الإرث الأول هو الرقية أو الرق، سواء كانت، كان الرق وافرا أي كاملا، أو كان ناقصا، فالرق من، من الأسباب. ثم القتل، القتل كل قتل يتعلق به وجوب الكفارة، كل قتل يتعلق به وجوب الكفارة، وهذا واجب يومي عليكم الحنفية. هؤلاء يقولون أعطينا واجب يومي وما أعطاهم. فما هو القتل الذي يتعلق به الكفارة؟ طيب، كل قتل أوجب كفارة، فهذا القتل سبب للمنع من الإرث، وهو السبب الثاني، السبب الثاني. اليوم تبحثون أقسام القتل وما هي الأقسام التي توجب الكفارة. طيب،
قتل العمد، قتل الخطأ، شبه العمد وغير ذلك، تنظرون إلى الحكم ستعرفون ما هو القتل الذي يجب الكفارة. طيب فرحانون، أعطيتهم أيضا. طيب ثم الثالث هو اختلاف الدينين، اختلاف الدينين، يعني إذا كان المورث على دين آخر والوارث على دين آخر فلا يجري الإرث بينهما. مثلا الميت المورث هو مسلم وابنه مسيحي، مثلا مسيحي، فلا يمكن، لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى في الحديث، فلا يمكن أن يجري الإرث بين أهل الملتين، بين أهل الملتين، بين المسلم وبين غير المسلمين، لا يمكن أن يجري التوارث. فهذا هو السبب الثالث، السبب الثالث. والسبب الرابع اختلاف الدارين، اختلاف الدارين، اختلاف الدارين يكون إما حقيقة وإما حكما، اختلاف الدارين إما يكون حقيقة وإما يكون حكما. حقيقة كالحرب والذمي، الحرب والذمي، الذمي إذن كافر والحرب كذلك كافر، كلاهما كافران على دين واحد مثلا، لكن دارهما مختلف، لأن الحربي الذي يسكن بدار الحرب، الحربي الذي يسكن بدار الحرب، والذمي الذي يسكن بدار الإسلام، الذمي يسكن بدار الإسلام ويؤدي الجزية، يؤدي الجزية إلى المسلمين، فبين داريهم فرق، هذا في دار الإسلام وذاك في دار الحرب، فهنا الداران مختلفتان حقيقة، حقيقة. وبعض الأحيان الداران مختلفتان حكما، مثلا هناك مستأمن حربي استأمن مثلا أخذ التأشيرة ودخل في بلادنا، في بلاد المسلمين، مستأمن، مستأمن الذي طلب الأمن، وفي هذا الزمان صورة المستأمن أن يدخل مع التأشيرة، يدخل مع التأشيرة مع الفيزا، مفهوم؟ فالمستأمن جاء إلى دار الإسلام لمدة شهرين مثلا، وهناك ذمي كذلك في دار الإسلام. الآن في الظاهر في الحقيقة الدار واحد، الدار واحدة هنا، ثم هذان الحربي والذمي بينهما علاقة نسبية، بينهما علاقة نسبية، مات أحدهما، مات أحدهما، فالآخر لا يرثه، الآخر لا يرثه. لماذا؟ لأن دارهما مختلفة حكما، وإن كان يعني حقيقة هنا واحد ولكن حكما مختلف، فلأجل ذلك لا يتوارثان. وكيف نعرف أن الدار مختلفة أم لا؟ فيقولون الدار إنما تختلف بالمنعة والملك، تختلف بالمنعة، المنعة بمعنى العسكر والجيش الذي يستخدمه أهل البلد، هذا مختلف لهم وللآخرين مختلف، هكذا ملك هنا مختلف وهناك مختلف، حتى إن هذا الملك يستحل قتل ذاك الملك وذاك الملك يستحق قتل هذا، ليست بينهما عصمة، ليست بينهما عصمة، كل واحد هو يجوز قتل الآخر. فبهذا نعرف أن الدارين مختلفتين. وأما موانع الإرث عند الشافعية فهي ثلاثة، هي ثلاثة عندهم، لا اعتبار لاختلاف الدارين، لا اعتبار لاختلاف الدارين، القتل والرق، القتل والرق واختلاف الدينين، عندهم القتل والرق واختلاف الدينين، هذه الثلاثة من أسباب التي تمنع من الإرث، موانع من الإرث عند الشافعية ثلاثة، ثلاثة، ما هي؟ القتل والرق واختلاف الدينين. أما اختلاف الدارين لا اعتبار له عند الشافعية. القتل هنا المراد من القتل كل قتل، كل قتل، سواء كان القتل من الإمام أو من القاضي أو من المختص، الإمام أو القاضي أو المختص، يعني الإمام أو القاضي لو فصل بقتل أحد، بقتل القاتل، وبعد قتله قصاصا الآن وراثته تنتقل إلى ورثته، وكان القاضي أو الإمام من ورثته، لا يرث، لأن في قتله دخل للقاضي وللإمام،
وهكذا للمختص الذي اختص الذي اختص. و فكل المراد من القاتل كل من له دخل في قتل المقتول، كل من له دخل في قتل المقتول، فيدخل فيه القاضي والإمام والمختص. أما المفتي لا دخل له في القتل، المفتي لا دخل له في القتل. المفتي الذي أفتى بجواز قتل أحد ثم قتل هذا الشخص، فلو كان هذا المفتي من ورثته يرث، لأن الفتوى هو ليس له دخل في قتل الإنسان، مفهوم؟ وهكذا من قتل بالعين لا يمنع من الإرث. من قتل بالعين، بعض الأحيان بعض الناس عندهم صموم في عينهم، صموم في عينهم، إذا رأوا إلى أحد يصيبونه بالعين يمرض، ينظرون إلى رجل جسيم سمين قوي صاحب العضلات القوية بودي بيلدر، يقولون واه، فبعد يوم نراه ضعيف ومضمحل وساقط على فراشي، نقول ماذا حدث؟ يقولون لا ندري ماذا حدث، كان على صحة على ما يرام ولكن تغير، فهذا بسبب إصابة العين. وكان في الكفار أيضا من يصيب الناس بالعين، إذا أصابوا البقرة بالعين البقرة تموت، فكانوا يأتون بهؤلاء العائنون حتى يعينوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يريدون أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم بالعين، كما ذكر الله تعالى في آخر سورة القلم. على كل، فإذا أحد قتل الآخر بالعين فهذا لا يمنع من الإرث، لأن هذا ليس السبب يعني حقيقي، إنما يؤثر العين ولكن ليس بحقيقي. وهكذا الذي أحبل زوجته فماتت بالولادة هو لا يمنع من الإرث، هو أحبل زوجته فماتت بالولادة، فالولادة كانت سببا للموت، والزوج هو سبب الولادة، زوج سبب الولادة، لكن الزوج ليس قاتل، فهذا الزوج يرث الزوجة لا يمنع من الإرث، مفهوم؟ فهذا يعني بعض ما ذكره في كتب الشافعية. ننظر إلى العبارة. فصل في الموانع. الموانع كما قلنا جمع مانع، والمانع هو الحائل، ولو تنظرون في الحاشية تجدون فيها تعريف كما ذكر في كتب الحنفية. يقول هنا: ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص لمعنى فيه بعد قيام سببه ويسمى محروما. الآن قيام السبب، ما هو قيام السبب؟ كما قلت لكم سبب الإرث ثلاثة، سبب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. إما أن يكون الإنسان وارثا لأحد بسبب النسب، بسبب النسب أو بسبب النكاح أو بسبب الولاء، هذه ثلاثة أسباب للاستحقاق في الإرث. هنا يقول قيام السبب، السبب موجود، الإبن هو يستحق ميراث الوالد بسبب النسب، بسبب النسب السبب موجود هنا، لكن الإبن قتل والده، فالآن حكم الإرث ينتفي عن هذا الإبن القاتل لمعنى فيه، لأنه قتل والده. ويسمى محروما، ويسمى محروما، وهذا الشخص يسمى محروما. فخرج من انتفى لمعنى في غير، إذا انتفى الحكم عن شخص لمعنى في غير فهو لا يدخل في هذا المحروم، هو يسمى محجوب، كما قلت لكم الأخ للميت، أخ الميت لا يرث الميت بسبب وجود أولاده الذكور، بسبب وجود أولاده الذكور، هنا المعنى موجود في غيره، فهذا لا يسمى محروم، هذا يسمى محجوب، هذا محجوب، حجبه أولاد الميت الذكور. فيقول المانع من الإرث أربعة، المانع من الإرث أربعة: الرق وافرا كان أو ناقصا. الرق بمعنى كون الإنسان غلاما، سواء كان غلاما كاملا أو كان غلاما ناقصا، يعني في حكم الحر، فغلاما كاملا مثل مكتوب بين السطور كالقن والمكاتب، القن هو الغلام العادي الذي ليس بمكاتب ولا بمدبر، والمكاتب هو الذي كلفه سيده بأداء المال، مال الكتابة، وإذا أدى مال الكتابة فهو حر فهو مكاتب، أو ناقصا، أو كان الرق ناقصا لم يكن الرق كاملا، لأنه في حكم الحر مثل المدبر الذي قال له السيد
إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. الثاني، السبب الثاني، المانع الثاني، القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة. القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة، يعني إذا قتل الإنسان سواء كان قتلا خطأ أو قتلا عمدا، فنحن ننظر متى يجب عليه القصاص ومتى يجب عليه الكفارة. وكل قتل فيه الكفارة أو فيه القصاص فهذا القتل يمنع الإنسان من الميراث. الثالث، اختلاف الدينين، اختلاف الدينين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، فالذي هو على الكفر والآخر على الإسلام وهما بينهما نسبة النسب، إذا مات أحدهما لا يرث الآخر بسبب اختلاف الدينين. واختلاف الدارين إما حقيقة كالحرب والذم، اختلاف الدارين هذا هو المانع الرابع، اختلاف الدارين إما حقيقة كالحرب والذم، الحرب في دار الحرب والذم في دار الإسلام، هو يؤدي الجزية إلى المسلمين ويبقى في دار الإسلام والمسلمون يحافظون عليه يحفظونه ولا يقتلونه، أو حكما كالمستأمن والذمي، أو اختلاف الدارين حكما، اختلاف الدارين حكما مثاله يعني المستأمن الذي كان حربيا ولكنه طلب الأمن من المسلمين ودخل في بلد المسلمين، كما كان الكفار من مكة المكرمة يدخلون في المدينة المنورة، يدخلون في المدينة المنورة بالأمن بطلب الأمن. والذمي المستأمن والذمي، فمثلا هما من الأقارب الوالد والابن، أحدهما ذمي والآخر هو مستأمن، فإذا مات أحدهما لا يرث الآخر لاختلاف الدارين حكما، وإن كان اتفاق في الدارين حقيقة ولكن اختلاف حكما، لأن المستأمن سيرجع إلى بلده، المستأمن سيرجع إلى بلده والذمي سيبقى هنا. أو الحربيين من دارين مختلفين، أو الحربيين من دارين مختلفين، إذا كان هناك شخصان حربيان وأحدهما من بلد والآخر من بلد آخر فهذا إذن اختلاف الدارين، وهذا لا يعتبر له عند الشافعية، لأن الشافعية لا يعتبرون اختلاف الدارين. والدار إنما تختلف باختلاف المنعة والملك، اختلاف المنعة يعني اختلاف العسكر، اختلاف الجيش، اختلاف القوة، وباختلاف الملك لانقطاع العصمة فيما بينهم، لانقطاع العصمة فيما بينهم، انقطاع العصمة معناه نحن نرى المسلمين معصومين، لا نجوز قتلهم بدون أي سبب، فهم عندنا لهم عصمة، هم معصومون. انقطاع العصمة بين الملك والملك الثاني، بين هذه الدار وبين تلك الدار، معناه أن هذا الملك هو يرى جواز قتل ذلك الملك، وذاك الملك يرى جواز قتل هذا الملك، ويجوزان القتل فيما بينهما والقتال فيما بينهما، فهذا يسمى انقطاع العصمة فيما بينهم. فهذه أربعة موانع للإرث عند الحنفية وثلاثة عند الشافعية. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.